السلام عليكم. مثل ما تلاحظون هاي الكمية الموجودة فقط من التين اللبناني. شوف ما شاء الله، طعام بالشتاء طعمه طيب. طعم روعة ما شاء الله، كمية العسل كلش عالية. طبعا هاي شتلات محركة، المفروض هسه التين تالف. هنشوفكم بعد. مثل ما تلاحظون شوف التين طبعا هاي لو ما تم معالجته كان تذوقنا منه اكثر من وحده، بس ذبينا له مواد كيميائيه، مواد حشريه. طبعا هاي التينه بالصيف تكون بهالحجم هذا، اكبر من البراون مرتين. ها كل الورق قام يجريد والثمر قام يتساقط. هذا الثمر مثل ما تشوفونه بسبب تحرك الجذور، تحرك النبات بدأ بالذبول مثل ما تلاحظون. قشرة ناعم والله. مثل ما تلاحظون هاي الكمية فقط هاي الموجودة ما يتجاوزن 70 شتلة. سعر الشتلة سعر مدعوم طبعا 8000 دينار. اي شتلة تعجبك، كان كبيرة او كان الحجم الوسط، بس كنصيحة ازرع الحجم الوسط. يعني شوف هالكبر هذا بقدها جذر مقصوص بالقاع. يعني هاي انا افضل ما تزرعون هيج احجام عندي او عند غيري. تاخذ هاي الحجم المرتب، شوفوه حجم حلو ما يتجاوز طوله 0.5 متر. اما تين البراون باقيات فقط هذول الشتلات، يعني قليلات كلش ما يتجاوزن 10 شتلات. وهاي شتلات الكاتوتا فقط هاي الموجودة، ما اذكرك بعد صنف اخر موجود، فقط التين القرية كمية كلش محدودة، ايضا ما بهن 10 شتلات. تين اخضر بعد ما رايج. اما هاي الكاتوتا معروف صنف عالمي، صنف راقي لا يقل الجودة عن اللبناني او البراون. بس هذا اللبناني ما شاء الله الثمار عملاقة وراقية. طبعا بلش التين ساقط الاوراق، بقى الا شيء قليل ومحدود. شوف هسه شتلة البراون نافضة كل الاوراق. طبعا اي شتلة تاخذوها منها معالجة نيماتودة، معالجة قشرية، معالجة من كل الحشرات. ما نسلم الشتلة اذا ما تكون معالجة 100%، كانت مصابة او غير مصابة. نباتاتنا لازم نحتفظ بها ونعتني بها، ومن نطيها تكون شتلة راقية ومضبوطة ومضمونة. طبعا مضمونة بالصنف ومضمونة بالجودة. تحياتي وسلامي للجميع.